يسعد صباحكم واهلا بكم في حلقه جديده من صباح شرقيه بحلقة رمضانيه، اخبار منوعه وفقرات مختلفه نبداها باهم العناوين. هل تحب وجبات الافطار الرمضانيه في المطاعم ام تفضل الفطور في البيت ولماذا؟ هذا هو موضوع سطلع حلقتنا لليوم. أسباب الجفاف الذي يصيب الجسم خلال رمضان وطرق علاجه تحدثنا عنها الصيدلانية كارينا الحواري. آخر تحديثات البرامج والمسلسلات الرمضانية والتي تعرض على قناة الشرقية وعلى منصة ألف واحد. إدخال الثقافات المختلفة في المائدة الرمضانية من خلال مسابقة لتعليم الشباب فنون الطبخ من البصرة. أما في أخبارنا المنوعة لليوم، كيفية تجنب النحافة المفرطة في شهر رمضان، وفي خبرنا الآخر نتعرف على الأطعمة اللي ينصح بها خبراء التغذية في وجبات السحور. خلينا نتعرف على هذه الأخبار في حلقتنا. أما سؤال حلقتنا تفاعلي اللي هو هل تحب أجواء الإفطار في المطعم أم البيت ولماذا؟ تقدرون تجاوبونا على هذا السؤال على الكيو آر كود يظهر أسفل الشاشة، ياخذكم مباشرة على صفحتنا في الانستغرام وتقدرون تشاركونا آرائكم. طبعا مثل ما نعرف الكثير من الناس يحبون أنه يقضون فترة الإفطار بالتحديد في المنزل بسبب الطقوس، بسبب لمة الأهل، وحتى بسبب الخمول اللي يجي بعد فترة الإفطار. لازم الواحد مثل ما ذكرنا بحلقات سابقة ياخذ 20 دقيقة قيلولة على مود يقدر يرتاح، فالكثير من الأشخاص يحبون أنه يقضون فترة الفطور في البيت. فشاركونا آراءكم، تحبون أنه تقضوه في المنزل أم في المطاعم وتحبون تجربون أفطارات مختلفة؟ طبعا من هذه المواضيع خلينا ننتقل ويا خماء لاخبارنا لليوم، لاخبار منوعه، وخلينا نشوف شنو محاضرتنا. صباح النور، ولا شلونك اليوم؟ يا اهلا بك، خلينا نتابع اخبارنا لليوم. بكل تاكيد، اهلا بكم مشاهدينا في هذه الفقره الاخباريه لهذا اليوم، نبداها من العراق حيث يتسابق ميسورون في ذقار جنوب العراق على تنظيم حملات التكافل الاجتماعي وتوزيع السلات الرمضانيه في المناطق الاكثر فقرا في الناصريه مركز المحافظه. مواطنون يقولون ان مثل هذه المبادرات بحاجة لدعم حكومي من الدوائر المعنية بدعم شريحة الفقراء وإلى حملة لإشاعة ثقافة التكافل والتراحم داخل المجتمع العراقي. بالانتقال مشاهدينا إلى الموصل، وهنا نتحدث عن ترميم آثار، حيث يحاول فريق ترميم من الخبراء الفرنسيين والعراقيين يحاولون تجميع القطع الأثرية التي حطمها مسلحو تنظيم داعش عندما خربوا متحف الموصل ونهبوه منذ عام 2019. يدعم هذا الفريق من الخبراء الترميم الفرنسيين الجهود المحلية لإعادة القطع الأثرية الأشورية التي تعود لأكثر من 2700 عام إلى الحياة من جديد بعد أن حطمها تنظيم داعش، وتم العثور على هذه القطع في المتحف بعد تحرير المدينة في عام 2017. مشاهدينا، بعد التدفق المستمر للجنود الجرحى إلى عيادة للأطراف الاصطناعية في كييف بمثابة تذكير صارخ بالتكلفة البشرية للحرب الروسية على أوكرانيا، وزير الصحة الأوكراني قال إنه يوجد بالفعل نقص في الأطراف الصناعية لأن هناك عددا كبيرا من الأشخاص الذين يحتاجون إلى علاجات صناعية يأتون كل يوم. من أوكرانيا مشاهدينا إلى أستراليا، حيث طور فريق من مهندسي الطب الحيوي روبوتا مرنا صغيرا يمكن استخدامه لطباعة المواد الحيوية وثلاثية الأبعاد مباشرة داخل جسم الإنسان على أمل تبسيط هذه الإجراءات الطبية المستقبلية. الطباعة الحيوية ثلاثية الأبعاد هي عملية يتم فيها طباعة الهياكل الطبيعية الشبيهة بالأنسجة باستخدام الحبر الحيوي والخلايا الحية من أجل إصلاح الضرر الداخلي مثل تلف الأعضاء أو الأنسجة أو الأوعية الدموية الممزقة.
رحلة السيدة المصرية عظيمة تحولت إلى قصة إلهام للملايين من ذوي الاحتياجات بعد أن نجحت في تربية 4 من فاقدي البصر ليحرزوا مراتب دراسية متفوقة عظيمة تعيش في إحدى قرى الفيوم. أعلن الفاتيكان مشروعاً يرمي إلى إرسال كتاب رقمي بحجم صغير إلى الفضاء يحوي كلمة تهدف للتشبث بالأمل، وجهها البابا فرانسيس العام 2020 في خضم تفشي جائحة كوفيد-19 في العالم. الكرسي الرسولي أوضح أن هذا الكتاب النانوي سيوضع في المدار على ارتفاع 525 كيلومتراً في صاروخ فالكون 9 تابع لشركة سبايس إكس، من المقرر إطلاقه في 10 من حزيران يونيو. تمثال ميسي. خرج ليونيل ميسي مشاهدينا من ظل دييغو مارادونا عندما قاد الأرجنتين إلى لقب كأس العالم في العام الماضي، واحتفل بوضع تمثاله إلى جوار تمثال مواطنيه وبيليه بمتحف اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، وتم الكشف عن تمثال بالحجم الطبيعي لميسي وهو يحمل كأس العالم في احتفال بمقر الكومونبيل في باراغواي قبل إجراء قرعة كأس كوبا ليبرتادوس. بينما نعلم منذ فترة طويلة أن التمارين الرياضية يمكن أن تحسن مزاجك وأنها تقدم مجموعة من الفوائد الصحية الأخرى، كشفت دراسة جديدة أنه ينبغي اعتبارها خيارا علاجيا جادا للاكتئاب. ووجد باحثون أن تأثيرات التمارين على الاكتئاب بالأحرى كانت كبيرة بما يكفي، حيث يجب تقديمها كخيار علاجي قادم على القائم على الأدلة بالأحرى للمرض. وتقول الإرشادات الحالية الصادرة عن منظمات مثل منظمة الصحة العالمية إنه يمكن إضافة هذه التمارين إلى علاجات مثل الأدوية. إذن هذه هي آخر خبر لنا في هذه الجولة الإخبارية. عودة مجددا إلى رولا لاستكمال الفقرات المتبقية لها، لك رولا الكلمة. شكرا لك خمائل، بالفعل الرياضة تقلل من نسبة الاكتئاب، تقلل من حدة الاكتئاب حتى، ولكن المفروض أنه يكون فيها مداومة. أكيد لازم الواحد يداوم على الرياضة على مود، مو بس يخسر الوزن وإنما للصحة النفسية. صحيح أكثر. صحيح بكل تأكيد. شكرا لك خمائل. شكرا جزيلا. هلا، نرجع نذكركم مشاهدينا بسؤال حلقتنا التفاعلي اللي هو: هل تحب أجواء الإفطار في المطعم أم في المنزل؟ بعدني منتظرة تعليقاتكم، منتظرة شاركوني آرائكم على QR كود يظهر أسفل الشاشة ياخذكم مباشرة لصفحتنا عبر الإنستغرام. طبعا كنا نعرف كل شخص إلى نظام ومكان يحب يفطر به برمضان، ناس تفضل تأكل بالبيت ويا اللمة العائلية وأكل البيت، وناس تفضل أنه تأخذ عائلتها أو يطلعون مجموعة من الأصدقاء ويا بعض ويأكلون بمطعمهم المفضل، وكل يوم يحبون أنه يجربون مطعم مختلف وجديد. وباستطلاع حلقتنا الصباحي سألنا الناس: هل تحب وجبات الإفطار الرمضانية في المطاعم أم تفضل الفطور في البيت ولماذا؟ خلونا نشوف الاستطلاع التالي ونرجع لكم. أكيد البيت أفضل، يعني هذا منتهي من عنده، ولا بس هي احتياجات تعرف ظروف الحياة، البيت لأنه تاخذ راحتك أكثر، طعم الأكل بالبيت يكون له فد نكهة خاصة يعني يكون أطيب، بس ظروف الحياة تجبر الواحد أنه ظروف العمل يعني خاصة مثلا تجبرك أنه مرات تضطر أنه تفطر برا. تنوع المائدة اللي راح تكون بالمطعم أكثر، يعني من كل شيء مسوي لك في شيء حلو ومرتب، بينما بالبيت تضطر انه انت اصناف محدده تطبخها يعني. لا اكيد بالبيت. اي نعم. لان بعد الفطور يحتاج واحد ياخذ له قيلوله يستريح، ف يعني مباشره اذا كلت بالمطعم وراها لازم تطلع همينه، فاذا تطلع راح يكون تعب على الواحد. وصادف همينه انه خلال رمضان مره رحنا على سين من المطاعم
انه كان كلش مزدحم، تقريبا الى ما بعد اذان الفطور بربع ساعه ثلث ساعه يلا حصلنا طاوله. اني البيت بصراحه، لانه البيت انا يعني كل الاكلات اللي اسويها بيدي ما اعرف احس نكهتها يعني يكون اطيب وانظف من المطاعم بصراحه، بس المطعم يحتاج له يعني هو يعني بالرمضان واحد لازم يعني هم يطلع مطعم يسوي في التغيير حلو يكون، وهم انا مرات نكون تعبانين وهذا فهم نطلع يكون مطعم يعني افضل. والله بصراحه يعني انا شخصيا افضل البيت، اي لانه يعني هو رمضان يعني تجتمع به العائله واجواء يعني حلوه، فاحنا نفضل الجمعه بالبيت يعني داخل البيت ويعني افضل يعني يكون. اخبار الفطور غسل مواعين هذا ما يتعبكم؟ صحيح يعني هي كل شيء بايجابيات وسلبيات، السلبيات انه غسل المواعين والتعب يعني شويه بها تعب. بالمطعم لا، كل شيء يعني مريح راح يكون موجود. صراحه اثنينهم. ايه المطعم راحه اكيد يعني تغيير، خاصه اذا للام حتى لا تتعب ولا تطبخ، وهي السنه كلها مثلا تتعب وتطبخ، فاكيد يعني تغيير المطعم هم كلش شيء يعني مرغوب. اي وبنفس الوقت البيت هم له خصوصيته انه نكهه له وجمعه العائله والاقارب وبعد الفطور صح غسل المواعين، بس بعدها صلاه التراويح لما الجماعي الصلاه الجماعيه بالبيت لها فد يعني شلون ايام رمضان تحس بيها بداخل البيت اكثر يعني. اكيد البيت. ليش؟ والله البيت اكيد اللمه بين العائله، ويصير اكيد برا هم تفطر لكن مو بكل وقت وبكل ايام، بالاسبوع مره او مرتين، لكن افضل البيت احسن. تتمدد بالبيت ترتاح، انت تدري ورا الاكل ورا الفطور عندنا احنا العراقيين اذا فطرت قبل لازم تتمدد. اي نعم. بالمطعم ما تقدر، وين تتمدد؟ على الميز؟ صعب اكيد. لا والله بالبيت احسن. والله عائله يقعد كلنا الحجيه والحجي مثلا كلنا نقعد وفطور حلوه بالبيت. اكو نكهه خاصه البيت يكون؟ طبعا شلون؟ اي والله برا اعتياد مثلا اصدقاء ويا العائله تطلع تصير كسره بيها مرات؟ اي يطلع اي يصير، بس لا بالبيت احسن. والله صراحه انا افضل بالبيت. بس يكون اجواء عائليه يعني ويا الوالد واخوان اخواتي مثلا اصدقاء اقارب. يعني ما افضلها وحدي بالبيت وحدنا، لا ويا العائله خلينا نقول. اللمه. اي اللمه، احب اللمه برمضان انا. بس هم تكسرونها بمطعم يعني؟ يعني يحتاج اي مرات هم يحتاج نطلع مثل كل 15 يوم على الاقل مره مرتين برمضان لازم يطلع فد مطعم. راحه لام البيت. اي اكيد لازم. نخليها اوف، نطيلها اوف شويه. تدري الجوع يعني يأذي. فصراحه انا احب اكل البيت. افضلها على المطاعم. وزوجتي ما شاء الله طباخه. طباخه ماهره يعني بالاكل تتحدى. اي يعني انا مرات حتى اقول للامه اقول لا يحسب عندك. فهي طباخه ماهره وانا احب اكلها. اكل المميز عندها شنو اللي تسويها مميز؟ انا احب الدولمه وهي بالدولمه خبره يعني ما شاء الله. اي كلش. البيت احسن ويا الجهال يعني اللمه واليعني القعده والراحه اكثر. بس مرات هم يحتاج المطعم يعني واحد يروح يغير الجو وأحسن يعني.
مثل ما شفنا الكثير من الآراء باستطلاع حلقتنا لليوم يحبون أنه يفضلون يكون فطور في المنزل بسبب الخمول اللي يصير بعد الإفطار، وبسبب أيضا انشغال بعض المطاعم عن الكاستمرز، عن الأشخاص اللي يحبون يجون لهذه المطاعم، من الممكن أنه يأخذ وقت وفترة طويلة على مود يحصل طاولة. فمثل ما شفنا بالاستطلاع كثير من الأشخاص يحبون أنه يقعدون بالبيت ويفطرون. بعدني منتظرة تعليقاتكم ومنتظرة أشوف شاركونا آراءكم، يمكن أنتم تحبون تقضون هذا الوقت ويا أصدقائكم برا بالمطاعم أو تجربون مطاعم جديدة. طبعا الكثير من الأشخاص يفضلون أنه يقضون هذا الوقت مع أصدقائهم، فشاركونا آراءكم. بالنسبة لموضوع حلقاتنا لليوم عن الجفاف ورمضان، يعني بعض الأشخاص فعليا ما يشربون كميات كبيرة من الماء بعد الإفطار ويصابون بالجفاف، والبعض أنه يحبون يعوضون هذا الجفاف بالسوائل. ولكن عندنا اليوم كارينا الهواري راح تشرح لنا بالتفصيل شلون احنا نقدر نتخلص من الجفاف ونعالجه بنفس الوقت. يسعد صباحك كارينا، وكل عام وانت بألف خير. وانت بألف خير بصباح الوقت. بالبداية صباح النور، بالبداية أريد أعرف شلون الواحد خلال فترة الصيام يعرف أنه عنده جفاف؟ أكيد. هلأ في علامات بتدل أنه الإنسان مصاب بالجفاف، اللي هو الإكستريم ثيرست، اللي هو العطش الشديد، قلة اللي هي الذهاب إلى التويلت اللي هي عملية التبول، وإذا كان في مراقبة للبول اللي هو بيكون البول عادة أغمق من العادي، كمان اللي حالة الإعياء ونقص التركيز والتعب، هاي كلياتها أدلة أنك أنت ما عم تاخدي مقدار كافي من الماء. طيب بعد الافطار كارينا احنا نشوف الاشخاص يركضون على المي يشربون، مثل ما ذكرنا حلقات سابقه يقول لك انت مو جمل، انت ما تتجمع المي، فشلون يقدرون انه يشربون المشروبات اللي ممكن انه تعوضهم، او حتى الاغذيه اللي تعوضهم نقص 14 ساعه صيام؟ اكيد. هلا اهم شيء ندرك انه الانسان لازم ياخذ اللي هي كميه من السوائل بشكل عام، يعني تتراوح ما بين 3 ل 4 لتر حسب وزن الجسم. هلا مش بالضروره ماء بشكل اللي هو بيور، اوكي، لانه الناس في يعني تفكير خاطئ انه انا لازم اشرب مي بشكلها النقي 3 ل 4 لتر، ولكن هو فعليا انت لازم تدخلي تقريبا 3 ل 4 لتر من السوائل بشكل عام. اهم شيء انها ما يكون فيها مدرات بول زي الكافيين، ما يكون فيها سكريات عاليه، لانه الاختلال في السكر في الدم بتطلب منا انه نعمل اللي هي نقص في التركيز، وبالتالي استخدام الماء للطرح واللي هي عمليه الكنترول اللي بتتم في الدم. هاي اهم امور، يعني مثلا بشرب شوي مي، برجع اللي هي عمليه اللي هي شرب بطيئه لما أعطي هذا الإنذار للكلى إنه في كمية كبيرة من الماء فاتت على الجسم، بالتالي ضرورة اللي هي عمل فلاشينج سريع بدون فعليا ما يستخدم الماء لعملية تذويب المواد الغذائية والاستفادة منها، زيادة حجم الدم اللي هي بالتالي ضخ الدم أكثر للدماغ ولعضلة القلب ولجهاز التنفس. يعني هذا كله سبب لأن الواحد شرب مي بطريقة سريعة. سريعة جدا، بالتالي بشرب شوي مي بعدين ببلش بالشوربة، برضو شوي شوي مثلا كذا ببلش باكل برجع بشرب مي. يعني في نصيحه بتحكي انه ما تشربي مي خلال الاكل، ولكن انا بفضل بعمليه الصيام انه الواحد يدخل مي بطريقه اللي هي يعني بطيئه خلال، قبل وبعد. وطبعا ما لازم ننسى انه احنا ما لازم نوصل للعطش الشديد، يعني الانسان مجرد ما وصل للعطش الشديد معناته الخلايا بلشت تنشف وفعليا يزيد الاحتكاك بيناتها وتموت. طيب كارينا، الأغذية اللي لازم نركز عليها أنه نبتعد عنها، ذكرت الكافيين واحد من الأغذية اللي لازم من المشروبات اللي لازم نبتعد عنها مثل القهوة أو الشاي، وإحنا عراقيين وعرب بالنهاية ما نقدر إذا مثل استكانة شاي وراء الفطور، فشنو هي الكميات المحددة وشنو هي الأغذية اللي لازم إحنا نبتعد عنها؟ أكيد. هلا اهم شيء انه نعرف انه احنا مع الصيام عم نطرح السموم من جسمنا، واحده منها الكافيين عم نطرحه من جسمنا، فاذا انا مزاجي بتعدل على 4-5 فناجين باليوم، اعرف انك انت مع ازاله السموم وطرحها وطرح الكافيين يمكن تستجيب اللي هي لجرعه فنجان ونص يمكن يعمل لك وجع راس، فانت ما تضلك بروجرامد، اوكي، يعني مبرمج وبدون ما تفكر شو اللي عماله بيصير بجسمك، انت جسمك عم بيتنظف، بالتالي استجابتك رح تكون اللي هي اسرع لكميه اقل، استفيد من هذا الموضوع ولا تضر حالك، اوكي؟ فهي اول نقطه، ثاني نقطه اللي بدي اركز عليه انه الكافيين مدر للبول، اوكي؟ فبالتالي شو عم تاخذ مي عم تخسر، الاملاح
بتتطلب من الجسم انه يتخلص منها، لانه الاملاح اللي هو عباره عن صوديوم كلورايد. اوكي، الصوديوم كلورايد يعني لازم الواحد يزيد ملح بالاكل. اكيد الصوديوم اللي هي بتاثر على اللي هي كهربه الخلايا وكهربة الجهاز العصبي والضخ. أوكي؟ فبالتالي دائما بيحكوا لك بوتاسيوم وصوديوم، بوتاسيوم وصوديوم. فكتير مهم اني اعرف انه انا ما بدي ازيد الملح، لانه الجسم حيضطر يتخلص منه، بالتالي حيسحب مي من الجهاز الهضمي، حيسحب دم مي من الدم ليقدر يعمل ديليوشن، تخفيف لتركيز الاملاح وبالتالي طرحها. كمان اللي هي المواد السميه بشكل عام، الجنك فود، الفاست فود، المقالي، كلياته هذا عباره عن سموم الجسم بده يتخلص منها، بالتالي حيسحب مي ليزيد بعمليه الطرح. يعني احنا بدنا نكون بس اكثر صحي، يعني نمط صحي، بدنا نتبع نمط صحي بحياتنا خاصه في رمضان، لانه كميه الماء ما عم تدخل خلال كل النهار، بالتالي الماء اللي عم باخده بالليل عمالي فعليا بستخدمه لطرح السموم. هي عملية ديتوكس، عملية تخلص من السموم. طيب الفيتامينز اللي لازم احنا نعتمدها على مود مو بس الرطب بجسمنا من الداخل وانما بشرتنا، تعرفين هسه احنا داخلين على موجة حر، على صيف، والجو لحد الان حلو برمضان، لكن ما نعرف شنو راح يصير بالايام الجاية. شنو هي الاشياء او الفيتامينز اللي لازم نركز عليها على مود نظل نظرين، حتى لو احنا دنمر فترة صيام متقطعة، حتى لو احنا دنصوم لمدة 14 ساعة، شلون يبقى جسم فريش؟ اكيد هلا اكيد بدنا نركز على الاغذيه وعلى الفيتامينات. الاغذيه اللي هي المليئه بالعناصر اللي هي المغذيه، الفيتامينات والمعادن والاحماض الدهنيه وغيرها من اللي هي المليئه بالماء. اوكي، هذا موضوع يعني خلينا نناقشه كنقطه ثانيه. ولكن هلا الفيتامينات فيتامين دي اساسي. اوكي، لانه اصلا تحويل الفيتامين دي لشكله الذي يستخدم بشكل فعال في الجسم بيتم عن طريق الكيراتوسايتس. اوكي، اللي هو بتعرف الشمس، البشره والكذا، فبيحولها. فثبت علميا انه الفيتامين دي مهم جدا في عمل اللي هو البشره كحاجز بقائي. اوكي، هاي اول نقطه. ثاني شيء مهم في الهيلينج اللي هي عمليه الشفاء، مهم في اللي هي وظيفه الجلد ك اللي هي المناعيه. اوكي، كواقي من اللي هي العدوات وغيرها. اوكي، فالفيتامين دي اساسي جدا، ولازم الانسان يقيس الفيتامين دي. اذا هو بحاجه لثيرابيوتيك دوز ياخذ الثيرابيوتيك دوز، دائما بنحكي اذا هو بحاجه لمينتيننس دوز باخذ المينتيننس دوز، فما في جرعه معينه، هي جرعه حسب حالتك الصحيه. ياخذوها لمده 3 اشهر او ياخذوها جرعه مره واحده، بعدين الناس توقف استخدام الفيتامين دي. بالضبط، بالتالي بيصير في تناقص. اوكي، اوكي، هو فات سوليوبل، يعني هو يذوب في الدهن، احتماليه انه احنا توريتين، يعني انه نضل متمسكين فيه اكثر، ولكن هذا لا يعني انه ما بينزل مقداره من الجسم، ما بيخف تركيزه، لازم ناخذ مينتيننس دوز. بعدين بيجي اللي هو الكولاجين. في معلومه هيك سحريه بحب احكيها للناس، انه الكولاجين يكون 75 من اللي حجم الجلد الجاف. اوكي، يعني مثلا صفينا الجلد من المي 75% منه كولاجين. فبالتالي احنا لازم نعرف انه خذ كولاجين، خصوصا بعد سن ال 30 ل 35 الكولاجين ببلش ينقص، فما في غنى بلش عمليه الهدم بالجسم. بالضبط، عمليه اللي هي الترطيب اللي هي انه يعني انه البشره تكون خميله جميله اللي هي متماسكه، لازم ناخذ كولاجين. الثالث اللي هو الفيتامين سي، لانه مضاد اكسده، يحمي من الاكسده بشكل عام، وبنفس الوقت هو يساعد على انتاج الكولاجين. والرابع الأهم اللي بحب أحكيه اللي هو الفيش أويل. أوكي، اللي هو زيت السمك. ليه؟ لأنه في الـ EPA والـ DHA التي تعتبر اللي أحماض دهنية مهمة جدا لعملية الشفاء، عملية اللي هي رطوبة البشرة، واللي إنها تكون اللي هي رطبة دهنية، يعني الأوميجا 3 اللي هو الأوميجا 3 والفيش أويل بشكل عام لازم إنه ناخدهم. هدول الأربع أساسيين إذا أخذناهم برمضان، غير الإشي الناقص اللي عندنا فعليا، يعني إذا انت عندك نقص بالفيتامين بي 12 مثلا لازم تاخده، اذا عندك نقص بالمغنيسيوم لازم تاخده، ولكن هدول الاربعه ككومبلمنتري انك لازم تاخذهم برمضان. يعني بعد الافطار مباشره الواحد يقدر ياخذها ولا قبل الافطار؟ شوفي، لا طبعا هو يفضل بعد الاكل، خصوصا مثلا الاوميجا 3 يفضل اللي هو الكرونو بيولوجي سايكل، اللي هي الساعه البيولوجيه بتحكي لك انه خده بالليل. مضادات الاكسده بشكل عام اللي هي الفيتامين سي مثلا تاخذها مع مي لانها دائبه في الماء. الشيء الدهني زي الفيتامين دي والاوميجا 3 هذول بتاخذهم مع اللي هي مثلا مع الاكل. مع الاكل بالضبط، اللي هو زي
سلطة عليها زي الزيتون، أي شيء حتى مش بضرورة كتير دهن، بس إنه يفضل مع إشي دهني بشكل عام. حلو حلو، هاي المعلومة جدا جديدة وصراحة ما كنت أفكر بها قبل. طيب كارينا، كسؤال بالختام، ختام لقائنا لليوم، نصائح تقدميها للأشخاص اللي يتعرضون للجفاف بشكل متكرر، شنو هي طرق العلاج اللي لازم يلتزمون بها بالأخص بهذا الشهر؟ أكيد هلا هذا سؤال كتير حلو، لأنه بيستعرض الأسباب والعلاج. دائما إذا عرف الداء سهل الدواء. بالضبط. فإحنا بدنا نعرف سبب الجفاف، هل هو إحنا فعلا بشرتنا جافة؟ هل إحنا بنستهلك كميات كافية من المياه؟ هل عندنا حالة مرضية بزيد فيها الجفاف زي الأكزيما والصدفية ونقص نشاط الغدة الدرقية والإسهال والقيء، ومثلا في بعض اللي هي الأمور المتعلقة بالفشل الكلوي، كل هاي الأمور اللي هي بتزيد عملية الجفاف. إذا عندي هاي الحالات بدي أعالج الحالة لأتخلص من حالة الجفاف. النمط الحياتي تاعنا، اوكي، هل انا فعليا يعني مثلا بتعرض لكثير من الشمس، هل بحط واقي الشمس، هل بذهب لمناخ المناخ اللي انا متواجد فيه اللي هو جاف جدا او بارد جدا، هل لما اروح اسبح بعمل رينسينج للمي اللي مليانة بالأملاح وبرطب. حسب البراكتس تاعي وحسب النمط الحياتي تاعي لازم أنا فعليا أوجه اللي هو يعني تعاملي مع الموضوع. المرطبات أساس، أخذ الفيتامينات أساس، تناول الخضروات والفواكه زي مثلا الخيار 95% منه مي. صحيح. كمان اللي هو السيلري جدا غني بالمي. كرفس. بالضبط. الأبلز اوكي 100 جرام في 85 جرام مي، اوكي. يعني الووتر ميلون، البطيخ، مثلا اذا انت ما بدك كثير تدخلي سعرات حراريه فيك انك تاخذي البروث اللي هو بيحكوا له شوربه النخاع، غنيه جدا بالمواد الغذائيه وبنفس الوقت غنيه بالماء. فالانسان في انه هو حسب السبب يوجه الموضوع. اذا انا فعليا مثلا انسانه بلون كثير زي حالاتي، يعني مثلا انا بحب الامور الفنيه، مثلا كان الاولى في اني البس جلافز، اوكي، لانه استخدمت صلصال، استخدمت الوان، بدي اغسل كثير، بدي استخدم كثير منظفات، بقى ليش اعرض حالي لهذا الموضوع؟ فنكست تايم ان شاء الله جلافز، اوكي، لاحمي حالي. الناس اللي بتشتغل في المختبرات، الاطباء، لانه معقمات وغيرها وغيرها، لا بيلبسوا جلافز مثلا. ففي اساليب وقايه، القبعه، كل هاي الامور يعني بدك تتوجهي لها، زائد تدخيل الماء، العنايه بالامور اللي هي المرضيه زي ما حكينا. صحيح. والفيتامينات. صحيح. شكرا لك كارينا على هاي المعلومات المفيده، وان شاء الله يا رب يكونوا المشاهدين استفادوا. خليني اشاركك بسؤال حلقتنا تفاعلي، اللي هو مثل ما شفتي هواي ناس يحبون يقضون وقت ويا عائلتهم بالبيت، هل تحبين ان تقضين وقت الفطور بالبيت ولا برا البيت؟ انا اعرف الجواب. انت بتعرفي الجواب، المشكله اللي متابعني عارف انه انا اوت دور بيرسون، يعني انا كثير بحب برا. هلا اوكي، يعني في اللي هي الناحيه الروحيه بتحب تقضي مع بالبيت، بس سبحان الله اذا اكلتي بالبيت على طول بعدين بترتخي وما بتطلعي، فهو شهر طويل يعني، فهمتي كيف؟ انه صعب يعني. فانا بحب صراحه كمان يكون في اوت دور فانكشن، وبتلاقي انه انت تحركتي، ما بحب بس القعده، بحب المكان اللي فيه اكل وتحرك بنفس الوقت. حلو. ويا ريت ناخذ العيله يعني. شويه الواحد يغير جو بنفس الوقت يخفف من السعرات الحراريه. اكيد. شكرا لك كارينا، وان شاء الله يا رب نشوفك بحلقات ثانيه. ان شاء الله. شكرا لك. نرجع مشاهدينا نذكركم سؤال حلقتنا تفاعلي، اللي هو هل تفضلون انه تقضون وقت الفطور بالبيت او برا بالمطاعم؟ منتظره اجوبتكم وحابه انه اشاركها وياكم. من هذه المواضيع قبل نشوف التعليقات وقبل نشارك ارائكم، خلينا نروح لمنصتنا الف واحد وبرنامج على نياتكم ترزقون، اللي تم عرضه في تمام الساعه 10 مساء بتوقيت بغداد على قناه الشرقيه. نتابع وياكم مشاهد منه. لما كانوا شباب الشرقية يروحون إلى أبو زهراء ويقنعوا بأنه هم شباب الجمعية، ثبتوا بأنه أبو زهراء كثير يتكلم عن أحلامه وطموحاته، كيف يكون مستقبل بنته، وأنه كل تعبه وصبره بالحياة أنه يرسم لها مستقبل متميز. إذن فكرنا أنه يكون المشهد هو الاستعانة بطفلة عراقية. شنو قصتها؟ راح يجون اثنين شباب من كادر الشرقية ويسوون نفسهم جايبين لحم أو يشترون لحم ويردون من أبو زهراء يشوي إلهم. بهالأثناء
حنستغل سيلين بنوتتنا الحلوة تتوجه إلهم بالاتفاق معاهم، ودربناها تدريب متقن أنه تقنعهم بشراء بعض الحلويات لأنه هي محتاجة الفلوس، وطلبنا من الشباب واحد منهم يعاملها معاملة قاسية جدا. أمام منو؟ أمام أبو زهراء. أما الحلقة الأولى من مسلسل كاتم فسوف يتم عرضها يوميا في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت بغداد. طبعا هي باكر راح تبلش الحلقة الأولى، ولكن الحلقة اللي قبل عرضها حيتم عرضها اليوم في على منصة 1001. أنا هدير خالد بلوجر. أكل شيء بعلاقاتك ما مريحني هدير، وانتبهي. يعني أنا أحبك مو ميدي شو أسوي؟ يعني بنية من طالبة جامعة إلى نجمة بالسوشيال ميديا. لهذا الداخلية مصرين يوصلون إلى هو أكو واحد ابن أمه أبوه يقدر يجرى علي. يقولون عليها طاشة، توظيف قتل اثنين مو سهل. إيش معنى هاي القضية يريدون يوصلون بيها للحقيقة؟ استدعي جميل فوراً. كانت تشتغل وياه بالإعلانات، تعرفت على الحاج وضعها تحسن. أنا بين نارين، يعني شلون أفرح على بريء؟ ترى الدولة ما تحب تسوي مشاكل ويا أبو لبنى. خوي إذا لا تسوين علي، أنا أخيك أبو لبنى. الظاهر عندهم واحد هنا تابع لهم، وده يوصل لهم أخبار المديرية أول بأول. يا صديق إحنا لازم نستشير محامي، لأن كل شيء ما نفتهم بالقانون. لك بابا إحنا عايشين ببلد ما بي قانون. عن القانون أخلي الولد يهرقون الأخضر واليابس. أنت ضابط كفو وأني أثق بيك. خايفة إنه ينكشف الشيء اللي بينا. الله ينتقم من القاتل. يعني تريدني أترك كل شغلي وانتظر مصروفي وهدايا مثل الجهال؟ هاي أول مرة تخيب ظني بيك. هاي وحدة دايحة. هم دول الناس يريدون أي شيء طاش يحجون بيه. هدير وينها؟ وين المخدرات؟ خلي ولن حبيبي، حبيبتي، هدورتي. كسر قلبي من بعدها، حسيت نفسي ما راح أنجح بأي تجربة حب. سلوان لازم يتغير، سلوان القديم لازم يموت. يقولون عندها حب جديد مدري قديم. لك فتل الولد. بس هدير نظيفة، ما كانت على موت تبقى نظيفة. تقدرون تتابعون مسلسل كاتم بحلقته الأولى على منصة 1001 حصريا قبل 24 ساعة من توقيت عرضه اللي راح يتم عرضه غدا لأول حلقة. تقدرون تروحون تتابعوها على المنصة، وتقدرون أيضا تتابعون كل ما فاتكم على منصة الشرقية 1001. من هذه المواضيع المختلفة والأخبار المنوعة عن منصتنا هنروح لتقريرنا لليوم، حيث أقيمت في مدينة البصرة مسابقة رمضانية للطبخ لتعليم الشباب فنون الطبخ من خلال تقديمهم لمختلف الأطباق الغريبة والآسيوية وإدخال الثقافات الجديدة والمختلفة ضمن المائدة الرمضانية. نتابع تقرير التالي سوية ونرجع لكم. المطعم هو مطعم صيني، مو صيني يعني انما يدمج بين الصيني وبين الغربي وبين الشرقي، يعني ندمج بين الاكلات، بس الصيني بصوره عامه لانه في شيء جديد على العراق ما موجود. المجتمع اعتقد بدا يتقبلها، صار عليها اقبال لانه سويناها بطريقه، اول شيء بطريقه حلال وطريقه بالطريقه العراقيه.
الشيء جدا بسيط اللي هو انه انت تجي تطبخ بنفسك، يكون موجود قدامك الطباخ وقدامك القدر الخاص بي، يعني يتقسم القدر مقسوم الى قسمين، قسم سبايسي وقسم مو سبايسي، فانت اللي عجبك انه هاي. اكو يا صلصات خاصه احنا دخلنا بها، غيرنا بها بعض الاشياء لان نعرف رغبه الشخص العراقي تختلف شوي عن الصيني، فدخلنا بها بعض شغلات خاصه حتى شوي نرغب الناس بهذا هاي الاكله. الاكله فشي جديد على العراق كله، وان شاء الله يعني تنجح، يعني نحب ندخل فشي جديد للعراق. الأكلات الآسيوية الصينية بالذات، اليوم مقدمين عدة أطباق صينية، الهوت بوت الصيني بمختلف أنواعه، وكذلك النودز الصيني اللي هو نودز روبيان ونودز دجاج ونودز لحم. الهوت بوت أكلة صينية ومعروفة ومشهورة جدا في الصين، تتكون من عدة محاور، هي الصلصة الحارة والصلصة الباردة، وأساسها هي اللحوم الحمراء واللحوم البيضاء. اللحوم الحمراء لحم الغنم ولحم البقر أو العجل، واللحوم البيضاء هي الأسماك والدجاج وكذلك الروبيان، ودخلنا عليها جميع أنواع الخضروات وكذلك جميع أنواع الفطر. طبعا هذا النشاط هو من الدرجة الأولى التفات الفن الطبخ من النوع الخاص، يعني الطبخ الغربي بعيدا عن الطبخ الشرقي. احنا مثل ما معتادين على المطبخ الشرقي اللي دائما يتقدم بوفرة واللي يأتي من الدرجة الأساس على المكونات خلينا نقول الغير نباتية، لكن المطبخ الغربي إلى تقنيات إلى المكونات اللي تتقدم هي نوعا ما مختلفة تماما على هذا النوع من الطبخ. احنا راح نتطرق له من جانب الفضول، من جانب حبنا انه احنا نفرود اشياء جديدة ايجابية اكيد للمجتمع البصري. فهذا الحدث كان بتنوع بالاطباق، احنا طرحنا الطبق الفرنسي اللي هو متمثل بالكريم برولي اللي موجود بالبوفيه، كذلك المطبخ الصيني متواجد ويانا بالهوت بوت، الطبق الهوت بوت الصيني الشهير اكيد، بالاضافه لاطباق اخرى، اطباق ايطاليه، سلطه الجمبري، واطباق ثانيه اخرى من مطابخ متعدده ومعتمده بالعالم، من باب الاطلاع على ثقافات اخرى. يعني احنا لا ننسى انه المطابخ هي هماتين تعتبر ثقافة نقدر إنه نستكشف من خلالها البلد. أجواء جميلة من هذه المسابقة، بالأخص اللمسة العراقية بالمائدة الآسيوية، بالأخص أيضا الصينية. ومثل ما ذكروا الشباب وذكروا المشاركين أنه هو حلال، الأكل حلال، والفقرات والأكلات دائما تكون متنوعة ومختلفة. كل موفقية لكم، ومتحمسين نشوف بعد إبداعات من شباب العراق بشكل عام وبس أهل البصرة. نرجع نذكركم مشاهدينا بسؤال حلقتنا التفاعلي، هل تفضلون أنه تروحون تقضون فترة الفطور برا بالمطاعم والكافيهات أو مع الأهل بالمنزل؟ هواية تعليقات. وإسلام كاتب طبعا بالبيت، ضجيج العائلة بالنسبة لي هو هدوء قلبي، فافضل انه اني اقضي هذا الوقت ويا العائله يكون افضل. البنات كاتبين، بنات انه احنا نحب نقضي بالمطعم لانه صراحه بنتعب هوايه قبل الفطور وبعد الفطور وماكو احد يساعد. فهذه رساله من صباحه شرقيه، اذا كانوا عندكم بنات بالبيت او حتى اذا كانت والدتكم هي اللي ملتزمه تماما بوجبه الفطور، حاولوا انه تساعدوها وتقدمون المساعده قدر الامكان. نرجع لفقراتنا المنوعة، ومثل ما نسمع دائما أنه
يزيد الوزن الكثير كثير من الأشخاص في فترة رمضان، والكثير من الأشخاص يعانون من نقص بالوزن، بس الجانب الآخر فئة معينة يزداد عندهم مستوى حرق الدهون في فئة جسم في هذه الفترة، في خلال فترة صيامهم بالتحديد، وبالأخص بالفترات اللي تزيد عن 14 ساعة. فالكثير من الدكتورز، كثير من الدراسات أظهرت أنه هذا ينعكس سلباً على صحتهم إذا هملوا هذا الموضوع. وينصح الأخصائيين وأخصائيين التغذية بالتحديد هالفئة بضرورة تناول 3 وجبات بعد فترة الفطور، من الفطور إلى السحور، تشمل النشويات والبروتين والدهون الصحية كالأوميجا 3. والوجبة الأولى لازم تحتوي على 5 حبات تمر وصحن سلطة، إضافة لوجبة من اللحم أو الدجاج أو السمك والبطاطا. أما الثانية فلازم تحتوي على الشوربة والبيض والأفوكادو. أو الثالثة لازم تحتوي على، وهي فترة السحور، فتحتوي على المعكرونة والبطاطا والخضار والفواكه واللبن، اللي بدورها حتحافظ على مستوى السكر بالدم. فإذا أنت كنت من الأشخاص اللي يعانون من النحافة في شهر رمضان، حاول أنه تلتزم بالوجبات اللي تكثر فيها البروتينات والكاربز. وننتقل إلى الخبر اللي بعده، الأغذية اللي ينصح بها الأطباء وأخصائي التغذية أنه لازم تكون موجودة في فترة السحور، إضافة إلى ما سبق بخبرنا السابق، حيكون البيض الغني بالبروتين واللي يزيد من الشعور بالشبع ويقلل الشعور بالتعب، وأيضا البقوليات والأشياء اللي من الممكن أنه تزيد عملية الهضم خلال هذه الفترة. ايضا تقلل الشعور بالعطش، حاولوا انه تاخذون الفيتامينز اللي تقلل الشعور بالعطش مثل فيتامين سي وفيتامين دي. خلينا نتابع بعض الصور او بعض الاغذيه اللي تضاعف الفوائد في هذا الشهر الفضيل. نرجع نذكركم مشاهدينا، في حال أنتم من الأشخاص اللي يحبون أنه يقضون فترة الفطور أو ما بعد الفطور برا المنزل، لازم أنه تاخذون ولو 20 دقيقة مشي، تحاولون تتخلصون من الدهون من الكاربز اللي أكلتوها، وأيضا تحاولون تسوون ديتوكس. نرجع نذكركم سؤال حلقتنا تفاعلي اللي هو، هل تفضلون أنه تاكلون أو تقضون فترة الفطور في المنزل أم برا بالمطاعم ويا أصدقائكم ويا الأهل؟ البعض قالوا إحنا نشعر بالخمول الشديد بعد فترة الفطور، فالأفضل أنه يتم قضائها في المنزل، ونحاول أنه نقضي أكثر وقت في المنزل بسبب العبادات وأيضا عدم إضاعة الوقت. أيضا هيا كاتبة البيت، أكيد لما الأهل والجو العالي، أصلا ما أحب أكل بالمطاعم لأنه أنا أطبخ بالفطور بنفسي، وأعرف شنو المحتويات اللي موجودة بفطوري، وأعرف أنه ماكو دهون زيادة، وأعرف أنه النسب اللي أنا أحطها في الفطور دائما مناسبة لعائلتي. أيضا بعض التعليقات كاتبين، البيت على مود أول ما أخلص فطوري أخذ لي قيلولة ولو 20 دقيقة، لأنه بسبب تعب النهار وبسبب بعض الدوامات تكون دائما بالتاسعة صباحا والنوم قليل، فلازم أنه أنا أخذ هذه القيلولة ولو نص ساعة باليوم بعد الفطور، من الممكن أنه تساعدني. أيضا بعض التعليقات كاتبين أنه لا، أنا أحب أقضيه برا ويا أصدقائي، بالأخص بعد الفترة بين السحور والفطور، هذه الفترة اللي واحد يستجمع بها قوة ويحب أنه يشرب حتى ولو فنجان قهوة. أيضا بعض التبارك كاتبة، من المنزل حتى نجتمع مع العائلة ونضحك ونتابع كل البرامج اللي تم عرضها. أيضا نرجع نذكركم مشاهدينا، في حال أنه ما لحقتوا تشوفون مسلسلاتكم المفضلة أو حتى فوتوا فقرات من المسلسلات اللي تم عرضها على قناة الشرقية، تقدرون تروحون تتابعوها على منصة 1001 وتقدرون تشوفون كل ما فاتكم. أيضا نرجع نذكركم أنه بعض المسلسلات يتم عرضها قبل 24 ساعة من عرضها، من توقيت عرضها على التلفزيون، فتقدرون تتابعوها وتروحون تشوفون حلقاتكم اللي المفضلة أول بأول. أيضا بعض التعليقات كاتبين، أهم شيء القهوة وراء الفطور، فمو مشكلة إذا كان بالبيت أو برا البيت، أهم شيء أني قهوتي تكون حاضرة وجاهزة على مود أقدر أستوعب الحياة بعد الفطور. أيضا مشاهدينا، مثل ما ذكرت
ضيفتنا لليوم كارينا ذكرت عن الجفاف، حاولوا أنه بعد هذه 14 ساعة من الجفاف و14 ساعة من الصيام تعرفون هذه 14 ساعة تقدرون أنتم تتخلصون منها من السموم، فحاولوا أنه بعد الفطور لا تزودون السموم اللي تم التخلص منها أو تعويضها، حاولوا أنه تقللون الكافيين، حاولوا أنه تقللون الصوديوم والأملاح في أكلكم، وأيضا يتم تعويضها بالفيتامينز بالأكل اللي غني بالمياه مثل الخيار والخضروات والكرافس، وأيضا ما تنسون أنه تشيكون على فيتاميناتكم في هذا الوقت، لأنه بعض الأشخاص فعلا يخسرون فيتامينات كثيرة مثل فيتامين دي، وأيضا من ممكن انه الاوميجا 3 من ممكن انه يعوضكم على الفيتامينات اللي خسرتوها. نلتقيكم ان شاء الله الاسبوع القادم بنفس التوقيت وصباح الشرقيه، ودمتم بخير وسلام.